الرؤية المصرية بقى هنشوف مجموعة من اللاعبين والمدربين المصريين وبعض منهم أهلاوي في حتة إزاي الأهلي يقدر يواجه البايرن. البداية مع الكابتن أحمد كشري. بوجهة نظري أنا الشخصية إن موسيماني هيلعب بطريقة 4-3-3. 4-3-3 يعني ثلاث ديفندرات تقصد؟ ثلاث ديفندرات أعتقد إن هو من خلال طبعا متابعتي ليه ويعني قراءتي ليه جيدة في مباراة الزمالك لعب بثلاثة ديفندر، فبالتالي لما يلعب مع بايرن ميونخ أكيد هيعمل حسابه وهيلعب بثلاثة ديفندر. وإن كنت أنا أتمنى إن أليو ديانج يكون موجود في وسط الثلاثة ويبقى في توازن في كل الخطوط، والنادي الأهلي وارد جدا جدا إنه يحقق مفاجأة على أي فريق، خاصة قبل كده منتخب مصر مع البرازيل أحرز في البرازيل وعملنا مباراة كبيرة وأحرزنا في البرازيل وكنا قريبين إن إحنا نعمل نتيجة مفاجأة، فمش غريبة على اللعيبة المصريين وخاصة لما يكون النادي الأهلي. هي مباراة كبيرة وحدث كبير، كل اللي انا اتمناه من اللعيبه ان هم يكونوا هادين وان هم يعبروا عن نفسهم. وارد الهزيمه بنسبه كبيره، لكن احنا عايزين في الاخر نقول النادي الاهلي شرف الكره المصريه وعرف ان العالم ان في كره في مصر حديثه وممكن تحصل مفاجاه ومش بعيد عن النادي الاهلي انه يحققها. شوف كشري كابتن كشري أقدر واحد يفهم اللحظة اللي احنا عايشين فيها كمدرب، لأنه عاش كتير مع الفارق. أيوه. يعني ما لما كان يمرن أسوان ويجي يلعب الأهلي. أيوه. الموضوع هيبقى عنده فرقة كويسة وفرقة وكان بيحفظها، لكن كان بيعمل بيها مفاجآت. فهو يعني أما يتحدث يبقى بيتحدث وهو حاسس بالموقف نقدر نصدقه شوية. طيب ده كشري وإحساسه. المهندس عادل امبارح كان سعيد بالكشري. لكن بلاش كوشة اتفضل. وكمان البيض اللي بالعجوة. البيض بالعجوة عمل المهمة، دخل الراجل الأردني طلع البيض بالعجوة بيتعمل ازاي من على الجوجل. قال له جبت لك من على جوجل، جاب العجة من على جوجل. كويس النهارده.